السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة حكيم باش. الحلقة ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا فيها معدات الإسعافات الأولية أو لا تروس سكور، يعني هي واحد البواطة كيكونوا فيها الفاسما، البيتادين، الكول، يعني شحال من حاجة. غادي نحاولوا إن شاء الله نوريكم لا تروس اللي كنخدم بها. هاد لا تروس كتكون معايا في لا فورماسيون وفي الكاياك، مره كنديها مره ما كنديهاش، ولكن في لا فورماسيون حيت كيكون العدد كبير ديال في الاخوان ديال لا فورماسيون، زائد كيكونوا مبتدئين كيقدر يتعرض لحال من حاجه، لهذا ضروري لي سوا خصهم يكونوا، يعني من باب الانسان خصو يدير الحيطه والحذر الى غير ذلك. وكثير شي شفتوا حلقات اللي كثيره صورتها، يعني كدوي على هاد المسائل ديال الخطوره ديال الدونه، خطوره ديال الصناره، خطوره ديال كذا. على الاقل تكون عندك شي حاجه اللي كتعقب بها الجرح، كتجمع بها مثلا سميتو شي واحد مقصاح ولا الى غير ذلك. يعني كاين مخاطر كثيره، كاين الدون، كاين الصنار، كاين السبيب. بعض المرات الويل تبغي تقطع يذبحك في يدك. كاين الصخر، الحجر، بزاف د الحوايج. قدر موس بغيتي تقطع الطعمه وليتي كذا، جبتي حوته دقاتك الشوكه ديالها مثلا سامه او لا بها بكتيريا، تعرف كيفاش تتعامل مع هاد الحوايج. يعني الانسان حبذا لو يدير شي فورماسيون ديال السكوريزم، يعني كيفاش تقنيه التنفس الغريق وكذا. الا ما نفعتيش بها راسك غادي تنفع بها واحد اخر، يعني هاد المساله مفروغ منها. غادي نحاولوا ان شاء الله، يعني ما نطولش عليكم، غنمشيو للطويبله وندويو على هاد المساله، نوريكم لا تروس اللي كنخدم بها انا شخصيا، اشنو فيها معدات ديولها وكل حاجه لاش كتليق. بيان سور انا ما عنديش شي كونيسونس كبيره في هذا الميدان ديال الاسعافات، ولكن ان شاء الله يعني كنفكر انني ندير شي فورماسيون، واخا غير واحد 3 شهور ولا 6 شهور، باش كومسا نطور راسي ونعرف بزاف د الحوايج. ومازال كاين بزاف الاهداف ان شاء الله فيما يخص البحار وتقنيه البحار والملاحات البحريه. بغيت ان شاء الله يعني نشوف الا كاين شي واحد عنده شي افكار على كيفاش ان الانسان مثلا ياخذ الوراق ديال البحري يولي بحري. هادو مبين الاهداف ان شاء الله، يعني الطريق اللي غادي نسلك فيها وغادي نوريها لكم، وغادي حتى نتوما تاخذوا منها فائده. واللي بغى يمشي هذيك الساعه شي حاجه اللي دوزت راه كنوريها لكم، شي حاجه اللي مازال ما دوزتهاش راه الغالب الله كنقول لكم راه هذه مازال ولا ما نصورهاش ولا كذا، اما باش نلوح شي حاجه اللي غير كنخربق فيها لا. دونك هيا الطويبله نحاول نفيكسي هاد لاكام ونفصلوا في هاد الشيء ان شاء الله، يعني بطريقه فنيه. لا تروس كتبان باش نديروا ليها ها ونمشي انا من هنا، غير سمحوا لي شويه كنصور بلا جو برو. ها هي دور شويه هذه، ما كنبغيش نقطع، كنبغي نخليها سهله كتجيني حتى في المونتاج، وبالتالي كنخدم على فيديوهات كثيره دقه واحده. هوبلا صافي خليك هنا. هذه سبارادرا يلا خديتها غير مؤخرا، يلا زدتها في مجموعه. سبارادرا كدار الجرح، مقص باش نقطع البونسمون ولا نقطعو شي حاجه اي حاجه. انا كنقول لكم الحوايج اللي عندي واللي وفاش كتحتاج. هذا نوطامين، هذا هو ديال الدوخه ديال البحر. الناس اللي كيشدو من القرض انا ما كناخذوش، ولكن الا كان شي واحد بغى يدخل وهادي المهم هادي فيها فائده للناس اللي معايا اكثر من الفائده ليا انا. ما يعني ما تاخذوهاش كقدوه. نقول لكم واحد المساله، يعني كنت جراح مسمار مصدي مسمار هادي ما كندقش البرا، يعني ما كنقولش انها قدوه، خص الواحد يدق البرا ويدير شحال من حاجه. جرحني موس كذا مضروب من هنا، انتما موس دخل كله هنايا، ما درت لي والو، واحد دي درت لي سكوتش وفاسما وكذا صافي وحيت. نوطامين انا ما كنقولش لكم هادشي باش كنقول لك كنوريكم هادشي باش تشريوه وباش تعملوا به. اما داكشي اللي كندير انا في حياتي ما كنصحش به الصراحه، يعني اوصيكم ونفسي كيف ما كيقول الامام ديال المسجد ديال الخطيب الجمعه او لا محاضره، يعني محاضره في محاضره دينيه، كيقول لكم اوصيكم ونفسي بتقوى الله، يعني حتى هو كيوصي حتى نفسه كذلك حتى انا. يعني شي حوايج كنديرهم هنايا وشي حوايج ما كنطبقهمش، ولكن كنتمنى ان شاء الله يعني تكون لا بيرفيكسيون، تكون مثاليه في يعني في البراتيك ديالها. كاين هادي فاسما، يعني غالبيه الحوايج كاين شي حاجه اللي خدمت بها وشي حاجه اللي مازال ما خدمتش بها. وبيان سور اللي كنقلبوا ديما لا دات ديكسبيراسيون، يعني التاريخ ديال وقتاش غادي تكسبيرا، بحال هادي 2025 مشات.
هذا كومبريمي هذا 2027 غيخسر، هذه غير سباراترا، هذا بيتادين يعني سوليسيون اكوز، هذا ديال الجرح باش كتعقم به الجرح، اي سالي في 2025. هذه فاسما، وي هذه فاسما، شي واحد تفدا ولا تهرس ولا لا قدر الله، ولكن كلشي ممكن. انسان كيدير الحيطه ما عرفتش واش هادشي كيبان مزيان داخل في كادراج، وي داخل. هادو دي بونسمون ستيريليزي، يعني فاسمات معقمه كتحط على الجرح، وديك الساعه كدير سوا اللصقه سوا كتلوي لي باندا على حساب هو شنو عنده. هادي كتساليف ما عرفت مكتوبه هنا وقتاش كتسالي، ومديرين بزاف ديال لي دات 2026 كتسالي في 2026. يعني الواحد غادي نبين لكم ان شاء الله بزاف الحوايج من بعد في هذه الحلقه. هادي بالنسبه للسيكاتريس، هذيك تخديتها حتى هي هذيك كتسالي في 2026. هذه بالنسبه للسيكاتريس واحد السينتات مثلا لا قدر الله تضرب في وجهه مثلا تحلي لحمه حنكو كذا، كتسد لي هذه ما كتخليش، ماشي كتجلط لي الدنيا وكذا وتغمس لي وجهه، لا كتجمع لي هذاك الجرح بهذو، كيكون واحد السينتات لا مثلا تجرحت هنا ها هي مثلا ها انت نطراسيها بضفري كندير لصقه هنا لصقه هنا لصقه هنا، كتبقى الجرح كيبقى مجموع. يادي هذه واقيلا هي الغاليه فيهم. وهذا الكول 70 دوغري ديال التطهير لتطهير الجرح الى غير ذلك. هادو ليغون ستيريليزي باش ملي تبغي ديري دوك الطقوس ديال انك يعني تداوي المصاب كدير ليغات. هذا نتاف عادي، هذا كنديرو الا دخل لي الشوك في يدو، عفط على شي قنفود ولا شدو بيدو دقو في يدو، كتبقى تجبد لي شوكه بشوكه نتاف عادي. بالنسبه لهادشي راه رخيص بزاف، يعني تقريبا هادشي كله غادي يطلع في جويه 200 درهم 200 لا واقيلا شي 230 شي حاجه بحال هكا ما عقلتش. المهم 200 درهم 250 150 250 لعبوا ما بين بور لا تروس راه ايطونش، هاد لا تروسا راه ايطونش، يعني ما يعني واخا مثلا دخلت البحر في زق البحر، لاحظوا معايا هانتوما هاد الطرق هي الايطونشيتي، وبيان سور كنخشيها في شي ميكا شي بوشيطا وكنسد عليها باش تيلا دخل الماء وكذا، وكان شي زوبعه وناض الحرب كنعرفوا كيفاش يعني كيفاش نجريو هادشي. نعم واخ. دونك هادشي اللي كاين في الحلقه ديال اليوم بالنسبه لهادشي ديال الاسعافات. ماشي كنقول لكم لا انا ما كنخدمش بهادشي، انا خدام بهادشي كنهز معايا هادشي. نهار اللي نطيح يعني شي سيتوياسيون كريتيك مرحله صعيبه غادي نجبد هادشي وغادي نخدم به، اولا شي واحد من الاخوان ديالنا وقعت لي شي حاجه لا قدر الله غنجبد هادشي نخدم به. يعني هادشي صالح لكل زمان ومكان، هادشي مزيان يكون عندك في الدار، يعني الانسان عنده وليدات ولا عنده والديه كيخاف عليهم يخاف على راسه هو الاول، فما كتوقع شي حاجه الا والانسان يكون عنده باش يداوي، عنده باش شحال من حاجه، ماشي الانسان يبقى فهمتي غير جاهل ما كيدير والو، لا اسعافات لا بحالي زعما كندوي على راسي وكنحاول نستفاد شي. راه عندي بزاف ديال العيبات ديال هادشي ديال البونسمون وكذا، كاينين شي باكيات اللي بلاتي غادي نحيدوها حنا ولا نخليوها، غندير لها وندير لها هذا نخشيو هكا، يعني كنحاول ندك وكنخلي كل حاجه بسميه ديالها. لاحظوا معايا واحد المساله مهمه، هاد لا تروسا ماشي غير انت اللي خصك تكون عارفه فين كاينه، حتى الاخوان مثلا في لا فورماسيون ملي كنديروا لا فورماسيون كنقول لهم شوفوا راه كاينه تروس سكور وكاينه هنا، الا ما كنت انايا مشيت مثلا الطوموبيل نجيب شي حاجه وكذا وقعت شي حاجه لشي واحد شنو حكايم فينك فين حاط اللعيبه، لا هذه راه من بعد ان شاء الله غادي ندير لها واحد سكوتش، عييت ما نقلب على هذيك السكوتش ديال هذيك الهلال الاحمر، هذيك الهلال الاحمر ولا هذيك الزائد بلوس ديال ليورجونس ديال تروس سكور، هذيك عييت ما نقلب عليها ما لقيتهاش، ولاني غادي نبريكوليها ندير وحده هنا وحده هنا وحده هنا، هذيك الصليب الاحمر اولا الهلال الاحمر بحال
المهم غير تبين بان راه وخليت هادشي اكسبري علاش باش يشوفوا مده الصلاحيه ديال كل حاجه. يعني ما كيف ما قلت لكم ما خصيش نخدمها دي بها بوحدي، خاص تكون وحده في البيت عندك، تكون وحده في الشكاره ديالك، يعني سواء حجم صغير اللي فيها لا 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 الاشياء الضروريه، اولا وحده تكون كبيره عندك مثلا في الطوموبيل، في مكان العمل، في شحال من حاجه. يعني الانسان لا قدر الله ما يعرفش شنو كتجيب ليه الوقت. خاصني غير موس نزيدو حتى هويا هنايا، موس صغير يكون معقم حتى هويا، غادي نضيفو ان شاء الله في هاد البوشيط. و الا نسيت شي حاجه في البوشيط قولوا لي ان شاء الله وانا معكم. بالنسبه لا فورماسيون ديال السكوريزم وبحال هادشي غادي نحاول نقلب عليه ان شاء الله فين كيدار، ونستافد منه حتى هنايا، ونفيدكم معايا فين كدار لا فورماسيون وكذا. وغادي نشوفوا مع السي يوسف اللي هو طبيب معنا في مجموعه ديال السباحه، وكاين سي حبيب الله اللي عنده سميتو لومبيلونس يعني سياره اسعاف، يعني حتى هو عنده درايه بالاسعافات وكذا. غادي نشوف ان شاء الله الا قدرنا نستضيفوه سواء هو سواء السي يوسف شي حلقات اللي يعطيونا الديتاي ديال الديتاي. ومشكورين على متابعه ديال الفيديو، والسلام عليكم.